السلام علیکم ورحمت اللہ. سامعین، 27 ذوالحجہ ہے، 27 جولائی ہے، سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کی خبروں کی شروعات قاری محمد اعظم قاسمی گڑھی دولتوی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعملوا الصالحات منهم مغفرة